FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. سي نعمي صباحير. صباحير مرحبا بكم السادة المستمعين. شنو حوالك لاباس؟ والله الحمد لله. يزعجك نقول لك وزير أسبق؟ لا صفة. بما أنه نحيت الكاسكيت البوليتيك. إي نحيت الكاسكيت الحزبية. الحزبية. إي الوزير أسبق وهذاك ال هذا كان رسمي ما يلزمش خاطر ديما نقولوا لي مسيو المينيستر لا نقولوا مسيو لونسيان مينيستر. سي امبورتون دو سافوار كونا سي فيني وكان سي با انتي تعدينا ليتاب الجايه معناتها. نحب نشكرك على قبول الدعوه في كابوتشينو باش يكون حوار شيق معك انت نعمان الفهري. انت خذيت ركول على الاحداث السياسيه، خذيت ركول على وزارتك، ركول على الحكومه، تنجم تعطينا نظرتك لما هو صاير اليوم في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي، وهذا شيء مهم برشا. نعمان الفهري ما عادش متحفظ على معلومات، واجب التحفظ مازال ولا ما عادش؟ لا فما واجب التحفظ على المعلومات السريه في الوزاره، شيء طبيعي. هاي. خاصه كان وزارتي كانت وزاره هامه، والحرب على الارهاب فيه جزء يصير عن طريق وزارتي، هذاك طبعا هذاك واجب تحفظ الى الابد. واضح. لكن معناتها انا عمري ما كنت متحفظ على اللي فما واللي نقوله، خاطر ما عادش وقت اللي المعلومه ما توصلش، المعلومه مش توصل دو توت فاسون، دونك الحيله في ترك الحيله كما يقولوا في الكبار. وهذا باش نستخدم اللغه نتاعك، اسكو الحوكمه اليوم في تونس سمارت ذكيه؟ اه والله اذا قلت لك فما حكايه انا نقولها ممكن جو شوك كي نقولها، نقول الحوكمة متاع العالم اليوم قاعدة تتبدل. الحوكمة بصفة عامة واللي قاعد صاير في العالم بصفة عامة، كان تشوف اللي صار في أمريكا، تشوف ماكرون في فرنسا أو مش ولي رئيس وما عندوش حزب، كان تشوف اللي صاير في بلدان اخرين، اللي صار في ايطاليا، اللي صار في انجلترا، يوري اللي الحوكمه الحاليه نتاع النظام السياسي في العالم، مانيش نحكي كان في تونس، في العالم ما عادش مواتيه التطلعات الناس اللي تعيش في العالم هذا. خاطر الناس رانا في 2017 معنا في القرن 21، ولكن الطرق نتاع الحوكمه هذيا اللي نعطي نايب نعطيه شيك بلون مدة 5 سنين وكذا، ما عادش هذاك اللي طالبينه الشعب. دونك الحوكمة مش تتبدل. شباب خاصة مش باش يقعد يستنى في قانون باش يخرج بعد عام وعامين. دونك الحوكمة قاعدة تتبدل في العالم أجمع. الحوكمة السياسية متاع البلدان مش مواتية عصرنا ويلزمها تتبدل. في تونس ما هي الا زاده نفس الشيء، لانه لازم تعمل ميزاجور الحوكمه اليوم. اي تعمل تباتشي باتشي شويه أي. خاطر احنا مازلنا بعاد برشا على الديمقراطيات الاخرى. خلينا نعطيك اكزومبل ساهل ممكن يفاشوكي شويه بعض الاخيين في اللي حاركين في السياسه والاخيين في الدبلوماسيه. اليوم اعلى هرم الحوكمه في العالم هو لونو، هكا ولا لونو هو لونيون دي ناسيون زيني، الامم المتحده، اعلى هرم في العالم، لانه هذاك لو كلوب نتاع لي غوفرنمون. كان لونو اليوم بين يوم وضحاها ما عادش موجود. اي ما عادش لي ترونز ناسيونال اليوم هم يحكموا. صحيح. كان لونو ما عادش موجوده، كانت هي الاورغان نتاع الحكم، كان ما عادش موجوده بين عشيه وضحاها، شو يصير في العالم؟ ام تي تي سباس دو ديسكسيون باش يمشي على روحه. باركونتر كان تاخذ اكل اللي كان اللي هي لونو نتاع الانترنت. اما لونو نتاع الانترنت اللي ما فيهاش الحكومات هكا، وفيها الحكومات، فيها لي ترونس ناسيونال، فيها انتي وانا لي زيتيليزاتور، فيها المجتمع المدني. معناتها الحوكمه نتاعها ملتي ستيك هولدر، معناتها متعدد الاطراف. كان هذيك اليوم تقف اللي الحوكمه نتاع الانترنت، كان الشركة اللي تعمل في هذايا اللي هي متعددة الأطراف تقف، حياتنا تقف ولا الحوكمة الرقمية اليوم مهمة، خاطر بلاش بها تقف برشا حاجات، لأن استوعبت الحوكمة القديمة وغطاتها ديجا معناتها. بيان سور. دونك احنا داخلين في عالم
اللي لي غوفرنمون سنترو بصفه عامه ما عادش عندهم سلطه كبيره. السلطه ماشيه اكثر للغوفرنمون لوكو، ماشيه اكثر للمجتمع المدني. المجتمع المدني ولا عنده كلمته، مش كان في تونس راه بارتو. والمجتمع المدني، في المجتمع المدني الاقتصادي، وفي المجتمع المدني نتاع الحريات، لكن في مجتمع مدني سياسي زاده اللي عنده ما يقول في السياسه وما غير ما يكون. اما نذكرك سي نعمان انه وثائق ويكيليكس شنو عملت، شنو اثرت في في العالم. نحكيوا على بنما، نحكيوا على الانتفاضه، نحكيوا على تسريبات نتاع فيديوهات على الانترنت. مع هذا كله راهو فيه استراتيجية واضحه معنا. بيسور بيسور. شو احنا ما زلنا قاعدين نعيشوا في طريقة الحوكمة السياسية ما قبل القرن 19، ما قبل القرن 19، اور احنا في القرن 21. دونك العالم الجديد قاعد يتبلور. نعطيكم اللي كاتر اكزامبل اللي فاتوا، ايطاليا وإيطاليا صار فيها البريكزيت نتاع لندرا نتاع انجلترا، البريطانيا بلوتو، الامريكا وترامب. اليوم ماكرون ما غير حتى حزب، مشولي رئيس فرنسا. دونك هذايا الكل راهو يلزمنا ننتبهوا له. السياسيين نتاعنا يلزمهم يفهموا كانوا الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا اليوم سي هذيك اساس، هذيك اساس ما غيرها ما فهم شيء. مش معناتها ما فهم كان اقتصاد رقمي وتكنولوجيا، لا، اما اذا ما فماش اقتصاد رقمي وتكنولوجيا راك ماكش باش تنجم. خلينا تو من الاقتصاد الرقمي خاطر والسياسه الرقميه او الحوكمه الرقميه خاطرها مازالت بعيده شويه علينا. نحكي ونرجع للواقع. لا 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 علاش بعيده علينا؟ انت كنت في حوكمه وداخل المنظومه. علاش بعيده علينا؟ لا مش بعيده علينا، احنا حطينا برنامج والى فوتي معناتها صوتوا عليه في البرلمان. كانوا من هنا ل 2020 التوانسه الكل سيرون كونكتي بار انترنت، عنده فلوس ولا ما عندوش. شكون كنتم حطيتوا برنامج؟ كنت انت حطيت برنامج نعمل اي في البلان ديفلوبمون في اللي صوت عليه المجلس اخيرا. بعنا في عندنا اربع عرس، حطينا اربع عرس بالنسبه للحوكمه الرقميه. الحوكمه الرقميه الاربع عرس، العرسه الاولى كانوا يلزم العائلات التونسيه الكل يكون عندها انترنت، خاطر اذا ما عندكش انترنت معناتها معزول، تولي معزول على العالم. راني خاطر انا دوري استباقي مش دوري نتاع استشراف، الاستباقي شويه. دونك هذايا في العالم، البلاد الوحيده في العالم اللي بالقانون الحكومه يلزمها توصل الانترنت للعائلات التونسيه الكل. راهو سي با ما يحكيوش عليه برشا اليوم، اما استنى من هنا ل 2020 حتى تشوف. وطبعا المدرسه الرقميه زياده على المدرسه العاديه باش تنجم صغارنا ينجموا يوصلوا نرجعوا ليغاليتي دي شونس. وطبعا الحكومه اللاورقيه هذا كله بقانون راه في البلان ديفلوبمون. اي القانون محليه وما بنوا وياسر مزيان، لكن اليوم يقول لك اخوي ما تعطينيش تابلت، اعطيني تابلو، الحاجه تعطيش اورديناتور، اعطيني خليك كملك. والحاجه الرابعه، الحاجه الرابعه هو ستارت اب وقانون الشركات الناشئه اللي هما ستارت اب. لكن اذا نرجع لحكايه اللي قالوا تواليت قبل التابلت، لا يلزم تواليت وتابلت زوز، يلزم زوز. ما نبدا بالاهم بعدين نمشي المهم. الاهم هو الغذاء الفكري، الاهم الغذاء الفكري، خاطر واحد موجود في القصرين ولا في الميدا ولا بن عيشون ولا ما نعرفش وين، في اي بلاصه، في بلاصه موجوده، اذا عنده انترنت عنده باسبور عالمي نجم يمشي ويسافر وين يحب ويقرا اللي يحب ويولي عنده نفس الفرصه كأي انسان اخر. انا مقتنع بهذا. داير اخذ الستارت اب التوانسه اليوم، لي جون ستارت ابر اللي موجودين اليوم، فما برشا ناجحين في العالم وما يخدموا من تونس. دونك هذوما يلزمنا نمنوا بهم، يلزمنا نعطيهم حقهم. احنا في الحكومه اللي كنت فيها عملنا بذلنا جهدنا باش نعطيهم حقهم. يوسف باش نحكيو على الحكومه اللي كنت فيها، وانت كنت في المنظومه داخل منظومه الحوكمه. صحيح. في الحكومه هذه بصراحه ما اقنعنيش رايك حول اعتزالك السياسي. وكان اعتزالي الحزبي. الحزبي وكان وراه معناتها وراه اسباب عميقه، مش مجرد انه معناتها انه تفرغك للعمل الاقتصادي او الاقتصاد الرقمي هو السبب اللي يخليك تخرج من العمل الحزبي. شو علاش خرجت انت من الدومين هذا، من المجال هذا؟ والله شو علاش دخلت له ساعه؟ قل لي علاش دخلت؟ انا دخلت وعملت حزب افاق تونس، اسست حزب افاق تونس مع اصدقاء، مع 10 اصدقاء من الاول بالكل، وبعد افاق واحد وافاق اثنين، على خاطر باش نخدموا به البلاد.
هكا ولا دونك وقت اللي انا دخلت انا نذكر مرتي مازلت البرة وانا دخلت قلت لها مش وصغاري قلعتهم من مكتبهم وجبتهم باش باش نخدم البلاد. اعتقد كونه خدمت البلاد عن طريق الآلة الحزبية اللي هي البرلمان ثم الوزارة. والحق نشكر ناخبية في جهة نابل اللي اعطوني الفرصة باش نترشح مرتين. ثم توا تخدم البلاد مش كان بالآلة الحزبية، فما برشا المجتمع المدني تنجم تخدم به البلاد. انا نحب نكون وقاعد نكون فاعل اقتصادي في الاقتصاد الجديد بتاع العالم، خاطر واش نقول لك، فما برشا ناس اليوم يفهموا في السياسة. انا نقول السياسة متاع القرن اللي فات سياسة سياساوي. فما برشا ناس يفهموا في الاقتصاد، فما برشا ناس يفهموا في الدولة، فما قليل جدا ناس اللي قاعدة تخدم على الاقتصاد الجديد اللي مربوط بالسياسة الجديدة اللي مربوط بآليات دولة جديدة. ما فماش في زمان عباد موجودين في الدومين هذا. لكن لازمك تقاوم من قلب الرحاة، لازمك داخل المنظومة انت تبين هذايا، مش في المجتمع المدني. سامحني، انت عندك سلطة، انت وزير في حكومة، عندك حزب يحكم في تونس ما بين الحزب الحاكمة. يحكم الحزب في تونس من بين مش يحكم من بين قلت من بين الحزب الحاكم، لكن مش يحكم. اللي يحكم واضح اللي يحكم النهضة قاعدة تحكم في البلاد. مش نداء سويون سيريو. اعتقد النهضة بإعانة بعض مكونات نداء الأحزاب ولات، وكأني غير نحي الحزب النهضة اللي هو حزب ماتور وكبير وقعد يعمل في تقدم رهيب في البلاد. إذا نحي الحزب ذاك، الآلات الحزبية الكل الأخرى هي آلات باش تحط ناس في بلايس معينة، وبعد ينفايسون في البلاس المعينة ذيك يعملوا اللي يساعدهم. أنا هالطريقة ذي ما عادش مساعدتني جستما معت هذي سبب من أسباب اعتزالك العمل الحزبي، إنه معنت أنت مشارك في حزب معنت ديكور داخل ائتلاف حاكم معنت النهضة تحكم مع بمعية نداء تونس أفاق وحزب أخرى ديكور. جنوريني با أفاق ولا حاجة، أفاق من أحسن الأحزاب الموجودة اليوم في تونس، عنده موم عندوش الإشعاع الكافي. لكن فما نوع جديد من السياسيين اللي أنا نقول لهم سياسيين ما بعد الثورة، اللي ممكن فيهم ناس مش بكلهم، فيهم ناس فاهمين العالم الجديد وكيفاش العالم الجديد يلزمو يصير، كساسوا أفاق، كساسوا البديل سي مهدي جمعة وجماعته، كساسوا حتى توا سي يوسف شاهد وبعض الوزارات، توا سي عبد الكافي ولا سليم خلبوس ولا الناس هذوما فاهمين المتطلبات العصر. أنا رؤيتي كانوا هذوما سياسيين ما بعد الثورة واللي 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 مجديري حتى نقول أنا تحت 45 مش حتى تحت 50 يلزمهم يتلموا هذوكم اللي يمثلوني. أنا أفاقي مثلني اون جروند بارتي، البديل مثلني اون جروند بارتي، الحكومة بارتي من الحكومة دخلت معاهم ديجا أي بارتي متاع الحكومة متاع سيوسف الشاهد زادت مثلني اون جروند بارتي. بعض مواقف متاع التيار الديمقراطي تمثلني زادة. معناتها تدعو انت انديريكتومون افاق البديل ويوسف الشاهد بمنأى عن السياسة وانتماء لتونس، معناتها تدعوهم الى ائتلاف الى 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 جبهة. والله اغزر انا نجم نتهنى اكثر على تونس كان تبدا في دين هالناس هذوما خاطر الناس نعرفهم، ناس السياسة يبدأ في السياسة المودرن، السياسة متاع القرن 21 مش السياسة متاع الثمانينات. انت قلت تعرفهم يوسف الشاهد، تعرفهم ليه؟ خدمنا مع بعضنا، كان زميلي في الحكومة، كان سكرتير ديتا ثم وزير. انسان هل هو في مأزق اليوم؟ والله كل رئيس حكومة في تونس مادام فما ما يسمى بالتوافق، مادام فما ما يسمى بالتوافق في تونس، كل رئيس حكومة مش يكون في مأزق، خطر ما مش حر يديه مربوطة، خاصة وإذا حزبه مسيبه. أنا نعتقد كانوا يلزم يفتم روحه من حزبه،
يفطم روحه من حزبه خطر هو والمجموعة اللي معاه فيها مجموعة باية عنده مستقبل سياسي معناته قصدك؟ ينجم يكون حكومة الشاهد بعض أفراد من حكومة الشاهد مع أفراد من حكومة النهضة. مهدي جمعة من حكومة مهدي جمعة ومن أفاق هذية بالنسبة علينا هذوم الناس اللي ينجموا يمثلوني. خل نقدم معك سي نعمان يقول لك بمعية التوافق هذية بين النداء والنهضة فما مشروع يحاك لتونس ومشروع خطير شو؟ عبر قوانين ممكن ما هيش سولي بخجو عبر سياسات ماهيش تحت البروجو صحيح يحكيون على المصالحة لكن فما وراء المصالحة ما أدهى وما أكثر وما أقوى يعطيك صحة هو جوستومون علاش أنا قلت لك كنقول لك خرجت من العمل الحزبي أما ما خرجت من العمل السياسي العمل السياسي مش معناتها خرجت من العمل التوسكي إليكسيون إكسترا أما المستقبل صغارنا يهمني لكن تعرفوا مستقبل صغارنا يهم ناس أخرين هكا اللي حكاو مع وجدي غنيم كانت تذكروا زادا لهين انا نحب نتلهاب مستقبل صغارنا على خاطر هذاك الهاب خاطر العركه نتاع المشروع المجتمعي راهي مازالت ما وفاتش نعطيك اكزامبل يعطيك صحة اللي جبتها صارت توجور تي نفس الميثود من 2012 معناتها من ليزيليكسيون 2011 لليوم وقت اللي فما حاجه نطلعوا حاجه هكا كبيره ونعملوا منها قاوق وكذا اليوم فما قانون المصالحه اللي سيفريس يبوز ان بروبليم قانون المصالحه اما يلزم يفالوار فوتي كلكو شوز يلزم نصوتوا على حاجه في قانون المصالحه نحي الخايب منه وخلي الباهي وخلي نقصدوا ربي يزي من الدوران في الفارق وفما لا لوا دورجونس ايكونوميك اللي هذوما اللي قاعدين طاغين على الساحه شنو القوانين الاخرى اللي مش طاغين لكن في نفس الوقت ماناش قاعدين نسمعوا وعلاش يطلعوا الساح مش كان الحكومة قاعدة تطلع فيهم في الساح خاطر حتى الأحزاب اللي موجودة قاعدة تطلع في النيفو هذاك باش لاتونسيون تاع الناس كل تمشي غادي لكن فما قوانين هامة أخرى مثلا كنت تذكر قانون رياض الأطفال رياض الأطفال وقت اللي كنا في الحكومة اللي فاتت سميرة المرعي اللي نحييها اللي كانت وزيرة المرأة وقتها حابت تسكر بعض رياض الأطفال بما أنه فما في رياض الأطفال يقريوا فيهم بالواحد بالخمار مش حتى بالحجاب قالت في تصريحات إعلامية صحيح. ودخلوا فيها الشق الآخر ما عندهاش سند قانوني باش تسكرهم دوك عملنا وقتها في الحكومة اللي فات قانون رياض الأطفال وين القانون هذاك؟ قاعد بلوكي في المجلس ما تمش مصدق عليه بيان سور وسبب البلوكاج سبب البلوكاج فما النهضة مش موافق عليه على خاطر وقتها كانت تذكر في القانون الفصل 3 انا نذكره بالكده خاطر هذا يهم صغارنا وقتها قلنا من جملة الحاجات كونه العام الاخر متاع الروضة يكون تحت رقابة وزارة التربية خدمة نجمش تقريهم هما صغار حاجة وتمشي وتقريهم حاجة أخرى أور وزارة تعرف اللي وزارة التربية بصفة عامة نجمو ندخلوا فيها كما نحبوا أما بصفة عامة المشروع المجتمعي متاحة بلوتو بروغريسيست مضاد لمشروع حركة النهضة للمشاريع الأخرى دونك هذاك إيش صار تبدلت سميرة القانون موجود غادي عم نحكي لك مشيت لك سمحني في نقطة مهمة تم إعفاء سميرة مرعي من الوزارة على خاطر هي حبت تمرر مشروع قانون رياض الأطفال وتبكو مش على خاطر ما دخلوا فيها برشا في الوقت قانون رياض الأطفال وقانون العنف ضد المرأة قانون العنف ضد المرأة هذوما زوز قوانين اللي هامين في المشروع المجتمعي متاعنا اللي فما خلاف حقيقي على المشكلة هذه طيب يقولوا لك أنت نعمين تحكي على هذا كما كنت تحكي على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وقت اللي البلاد الاقتصاد العادي مش قاعد يقدم جستمون يلزمنا نردوا بالنا نقول لك أنا البارح شفت في المجلس نوم القوانين اللي موجودة من 9 إلى 30 مايو فما قانون الدفع الاقتصادي الارجانس ايكونوميك قانون المصالحة
قانون مجلس الحوار الاجتماعي يعطيه حويجة للجي تي تي باش يسكتوه، قانون العنف ضد المرأة، قانون رياض الأطفال. ونحب نذكر هنا بالقدي بالقدي أكل عبارة شهيرة يا شيخ وجدي غنيم، هذو ما فات فيهم الفوت يلزم نخدم على صغارة. لا وفما واحد آخر، واحد آخر اللي هو المحكمة الدستورية. مش نحكي على القوانين هذو ما بعد الفاصل، قبل الفاصل حكيت لنا على حزمة من القوانين أو مشاريع قوانين استنى في المسادقة لكن معطلة اليوم. اللي حبيت نفهمه كونه هالقوانين هذية تتعمل في حزمة بور دي نيغوسياسيون، تو اللي صار في تطاوين شفتوه تعرفوا علاش تطاوين مش كان على التشغيل وكذا، فما حزب الإرادة واللي قاعد سخن في الجو، فما ليبيا، فما ناس وشفتوهم في حزب الإرادة شكون مشى جماعة الترويكا. تو راهو قاعدين نرجعوا الحزمة اللي موجودة على الطاولة اليوم في المجلس الوطني، المجلس النواب الشعبي، فيها قانون الدفع الاقتصادي، قانون المصالحة، قانون مجلس الحوار الاجتماعي، قانون العنف ضد المرأة، قانون رياض الأطفال، ومن هنا لنهار الحد يلزمهم يسميوه متاع المحكمة الدستورية. هذوما الستة حاجات مش عفوي كانوا ملمومين مع بعضهم. باش برا ميسالش نسيب لك في القانون نسيب لك المصالحة، تسيب لي رياض الأطفال، أعطيني سيب لي رياض الأطفال، سيب لك الاقتصاد، سيب لي فلات. دونك أنا علاش توا مثلا حتى في المجتمع المدني السياسي ولا كي نخرج لبرا ولا نحكي عندي بيسور يلزمني السياسة متاع بلادي تهمني وكذا، نحب بالتجربة اللي عندي سواء كان في المجلس أو في الحكومة أو في بناء حزبة في تونس، نحب نوعي شباب ابن جديد راهو العركة ما زالت ما وفاتش. راهو اونيتمون فما زوز حاجات يلزم تعرفوا روحكم شباب، انتم مع السيستم ولا ضد السيستم ديجا، مع الاسلام السياسي ولا ضد الاسلام السياسي. هذوما دو كيستيون فوندامونتال اللي يوريو السياسة في تونس. فما ناس مع السيستم، فما ناس ضد السيستم، وفما ناس مع الاسلام السياسي، وفما ناس ضد الاسلام السياسي. معناتها حركه النهضه هذوما كي تعمل هذوما الزوز تحطهم مع بعض تعمل كادران تبارك الله بكلكم واحد وتقول انا وين، تعرف روحك سياسيا وين. الاحزاب اللي موجودين في الكادران هذوما يلزمهم يتلموا. معناتها ثقل حركه النهضه في البرلمان ساعدها انها تفاوض وانها تخدم بالمشاريع هذه لمصلحه معينه ويمشي معاك لنمط معين اكثر من هكا. اليوم الحزب الاول في البلاد شكون اليوم نهضه ولا انت قول لي عاد انا لا اليوم لا ما عبت نغط في شمس انت قول لي مو انت عندك حنكه سياسيه كنت في الحكومه لا ما عنديش حنكه من ما هو الحزب النهضه ولا به. اذا هو حزب النهضه علاش ما يحكمش ولا قاعد يحكم قاعد يحكم من وراء الستار؟ انا في بلاست سي يوسف الشاهد يا خويا يا حاجتين، يا نحكم انا يا يحكمهم، هذه نحكموا مع بعضنا واحنا عندنا رؤى مختلفة جدا. حد ما يحكم ونقعدوا في البلوكاج اشاك فوا، ما تتحرك كان ما تبيع وتشري. يا خويا انت نوري منطقه جديده ما ندخلش المصطلحات هذه او نكشف تكشف اي لكن توا وقايت الديمقراطية الحزب الأغلبي يحكم والآخرين يقعدوا في المعارضة حضروا رايحوا المرة الأخرى سياسة التوافق قاعدة تقتل فينا بالغرزة بالغرزة. هذه سياسة اقتصاديا قاعدة تقتل فينا، مجتمعيا قاعدة تقتل فينا بالغرزة بالغرزة بشوية بشوية، كاك الجرانة اللي تحطها في الماء وتبدأ تسخن الماء بشوية بشوية تموت وما تفيقش موت البطيء. الموت البطيء. احنا هذه سياسة التوافق قاعدة تقتل في تونس اقتصاديا واجتماعيا ومجتمعيا. في نفس السياق انت حكيت على رياض الأطفال والمشروع القانون اللي تمش المصادقة عليه البارح. نجي جلول يحكي على مشروع حركة النهضة لأفغانة المجتمع التونسي ولتكوين دولة دينية أساسها الدين، وكأنه فما دي بوان كومان بينكم الزوز توا تحكيوا في نفس الموضوع. سيدي نجي نعرفه انسان نظيف جدا ومتضلع بالتاريخ ومتضلع بالتاريخ تونس ويعرفهم اكثر من اللي نعرفهم.
لأنهم ناضلوا مع بعضهم ضد الـ ضد الدكتاتورية و و و و ودخلوا الحبس وكذا. دونك سيناجي يعرفهم أكثر من اللي نعرفهم. نجم نتوافق معه في الحاجة هذه. لكن ما لازمش نحطوا كل حد فرد شكارة. زاد فما جيل جديد, هذا ايسي امبورتون, راه فما جيل جديد كو ساسوا من اللي صوتوا النداء ولا اللي صوتوا لفاق ولا اللي مع مهدي جمعه ولا اللي مع سعيد العايدي ولا اللي حتى مع النهضه وحتى مع الطيار. فما جيل جديد هذاك يلزمو قاعد يتعرف على بعضه اكثر ما غير العركات نتاع القرن الماضي. الجيولوجيه الجيل الجديد اللي يعرف اش قاعد صاير في العالم. نعطيك ان اكزومبل تو شو اسمه السيده لونيسي اللي موجوده في المبادره الخاصه تخدم على روحها ما غير ايديولوجيات عرافها حاجة أخرى ما نش بش نحكي عليهم. ما هي تخدم ما غير ايديولوجيات, ما نشوفش فما فرق بينها وبين فاتن قلال ولا وفاء مخلوف ولا الناس هذوكم. سي دي جون اللي قاعدين يخزروا للمستقبل. يزينا من الناس اللي قاعدة تاخذ في المواقف متاعها بازي على الماضي, يلزمنا توا ناس تاخذ في المواقف متاعها بازي على المستقبل. اما يلزمك تفهموا المستقبل شنو, وقليله راهو في السياسيين اللي قاعدين فاهمين ايش قاعد صاير في العالم. ونقولها بكل موضوعيه, واضح قليل اللي حطوها هي العركه الاساسيه. تونس, موقع تونس العالم الجديد. وي نرجع الحقيبة متاعك, حقيبة مهمة اللي هي التكنولوجيا الاتصال. حقيبة متاع الدولة التونسية ما عادش متاعك سابقا نحكيوا. نعرفوا احنا الارهاب يمر عبر الانترنت ويمر عبر صفحات التواصل الاجتماعي ويستقطب في الشباب متاعنا. عندك دوسي في الوزارة على مستوى هذية, شكون هالجماعات الإلكترونية اللي قاعد تستقطب شبابنا على مستوى وطني على مستوى إقليمي؟ ما عندكش فكرة على الملف هذا؟ جوكير سي امبورتون. فما حاجات أمنية طبعا ما تعرفوا, فما إدارة لاتيتي هي إدارة التحقيق السيبرني, إدارة التحقيق السيبرني. وقت اللي فما البوليسي عندهم شك وقاضي التحقيق يطلب منها باش تعمل حاجة, الإدارة هذه يدورها. ونحب نحييهم ويخدموا مع الأمن بصفة سلسة ويخدموا بالكدا في نطاق احترام حقوق الإنسان واحترام القوانين. الناس هذوما سواء كان في وقت لقمان ابو صخر, عمليه لقمان ابو صخر اللي طبعا كنت في الوزاره وقتها, ولا سواء البارح النهار الاحد اللي فات العمليه نتاع سيدي بوزيد. نحب نحييهم, ناس تخدم على رواحها. وهذا موضوع زاد ما لازمناش ننساوه. السياسيين اللي بداوا توا شافوا البلديات بداوا يطلعوا في الصوص خاطر شافوا الانتخابات البلديه تقرب. ما تنساوش اللي عندنا ارهاب قاعد يدور, وكونوا الارهاب مازال موجود. ونحب هنا نشكر الامنيين بتاعنا بصراحه. ما نعرفش كان سمعتوا سي خليفه الشيباني الحرس الوطني نتاع الحرس الوطني. انا نفتخر للناس كيف نذوكم اولاد بلادي. في علاقه بشبكه التسفير, عندك معلومات حول هل التموقع نتاعهم الالكتروني في تونس؟ والله ما عنديش معلومات مضبوطه. لكن مؤكد كون الناس اللي تحكم توا عندهم المعلومات الكافيه. عندهم المعلومات الكافيه يظهر لي. وقتاش تم اخراجها؟ سلامهم لانه فما ناس مورطين طبعا, فما ناس مورطين ومعروفين ان توكا لورينتاسيون جلوبال, وفما ناس مورطين. لكن مستعد للوقوف امام لجنه التحقيق في تسفير الشباب الى بؤر التوتر اللي بقيت ليلى شتاوي؟ طبعا مستعد. اما انا ما عنديش معلومات معينه, انا كشخص ما عنديش معلومات خاطر خذيت القرار اللي خذيته وقت اللي دخلت شديت الوزاره, كونه في كل ما هو ما يخص التحقيق الامني والسيبرني وكذا خليتهم يخدموا ديريكتومون مع
وزارة الداخلية من غير ما نتدخل في الموضوع واضح. لأنه بصراحة ما عنديش المهنية الكافية الكافية باش ندخل في هذاك ومانيش باش نجيب الإضافة بما أني عندي ثقة في أولاد وزارة التكنولوجيا اللي يخدموا في الدومين هذايا وعندي ثقة في الأمنيين متاعنا. واضح. نمشيو للحزب أفيق تونس. يقال أنه هنالك حرب بين رجلين في أفيق تونس بين ياسين إبراهيم وبين ترودي. شنو بين ترودي؟ أقول ترودي سمحني. بين ياسين إبراهيم والأمين الأمين العام فوزي عبد الرحمن. قلت ترودي. أنا نحب نحيي أصدقائي من حزب أفيق تونس. حزب أفاق تونس بفضل ترشح سي فوزي ضد الرئيس الموجود كان ولا ورا الناس اللي نجموا نحطوا ديمقراطية على الأحزاب. كانوا فما واحد جاب 70% واحد جاب 30% إن شاء الله حزب أفاق تونس اللي جاب 70% يتأكد في الـ في الـ في مؤسسات الحزب يكونوا 30% ريبريزونتي. خاطر امبورطون خاطر يلزم كي تكون انت رئيس الحزب يلزم 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 تكون رئيس الناس كل مش رئيس كان 70% اللي صوتوا لك. ان شاء الله ان شاء الله هذا يصير وما عندي شك كونه بنضج النضج السياسي نتاع نتاع منخرطي حزب أفيق تونس اللي نحييه. اما مش حرب خفيه نحب شو لي زامبيسيون بيرسونيل اللي ساعات الدوزه نتاعها تطلع شويه وساعات تهبط شويه سي سامبل نورمال داخله في داخله في في الواحد. كواك فوزي الحرب نتاعو مش لي باش يولي رئيس دوله ولا رئيس حكومه ولا معناتها حب للديمقراطيه الداخليه في الحزب ونحييه كما نحيي الاخوان الكل اللي موجودين في افاق. لكن نحب نقول زادا اللي اذا تشوف الناس اللي موجوده في 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 موجوده في السفير اللي فيها موجوده فاق فما البديل قاعد ياخذ في نفس الالكتورا. فما كما قلت لك يوسف الشاهد وفضل عبد الكافي وسليم خلبوس وهذوما نفس العباد. انا امنيتي كانوا في الانتخابات البلديه الجايه ولا الانتخابات الجايه الناس هذوما يلزمهم يعملوا نوع نكران الذات خاطر السياسة مبنية على نكران الذات قبل كل شيء ويخدموا على القواعد الشعبية ويخدموا على المشروع للمشروع مش المشروع ما أنا يلزمني نقوده المشروع سامبورتون. وهذا يراه سي ناتوريل كانوا الناس تحب عندها دي كونفيكسيون هامة وتحب تقود لكن كيف معناتها السبيل إلى أنه من آلة انتخابية مش آلة حكم هذا المشكل. يلزم تكون عندك شعبيه وسرتان بورسونتاج. ما نعتقدش كونه ما غير ما يتلموا الناس هذوما مش تقعدوا في النهضه متفاهمين فيها. النداء القديم واللي قاعد صاير في نداء مش حاجه مش حاجة تشرف اليوم بكل موضوعية اللي قاعد صار إن شاء الله يتعدى الفرصة هذه. لكن فما نوع جديد من السياسيين ما بعد الثورة سياسيين المهني اللي مش السياسيين اللي كومبيتون هذوما اللي الأربعين والخمسة وأربعين والخمسين سنة هذوما يحب هذا لو كان يتلموا البلديات جاية وراه العمل السياسي هو عمل عمل للمواطن قبل كل شيء وفيه نكران الذات اتلموا باش نجموا تعملوا حاجه. شكرا لك نعمان الفهري الناشط في المجتمع المدني ياك بعثك على الحزب. لا اما ما قلتليش نعمل سي امبورتون خاطر توا خاطر سيدي انا جيت لهنا من جهه الحاجات قاعدين مع البيات البنك العربي الدولي نعملوا في مخنا مؤسسات للشركات الواعده للستارت اب كما تعرف نحكيو عليه بعد فاصل. اي تفضل. نرجع لك سيد نعمان الفيري نحكيه على النشاط نتاعك. كنت تفرغت توا للنشاط المجتمع المدني ونحكيه على فونداسيون تفرغت للفاعل الاقتصادي اقتصادي المجتمع المدني ما لازمش تعيش منه زاده تولي سورس دو ريفوني في المجتمع المدني خاطر يولي ما عادش مجتمع مدني لان توا في فاعل اقتصادي مع البيات البنك العربي البيات البنك الدولي العربي التونسي اتفقنا باش نعملوا محضنة مؤسسات للستارت اب نتاع
الاقتصاد الجديد قاعدين نحضروا فيها مدة بضعة أشهر إن شاء الله. في خلال الصيف هذية نطلقوا المجموعة الأولى، المجموعة الأولى متاع الستارت أب اللي مش نعاونهم خطر راهو تهرى النسيج الاقتصادي متاعنا تهرى وما زال شوية في القرن العشرين الكلاسيكي دونك يلزمنا ندخلوا بقوة في الاقتصاد القرن 21. هذاك علاش مع البيات المحضنة المؤسسات هذية مع اللي مش نطلقوها إن شاء الله مش نبدأ بضع عشرات الشركات اللي مش نحضنوهم ونعاونوهم ونجموا نوصلوا لبعض المئات في السنوات القادمة. في نفس الوقت كما تشوفوا فما الفونداسيون بيات اللي قاعدة تخدم في خدمة مهولة وجبارة في مخصص الانتربرونيا وتعاون في باعثي المشاريع. اليوم في اللحظة هذه وانا نحكي معاك فما 75 دومي فيناليست من اللي مع الفونداسيون بيات اللي ثلاثة منهم مش يربحوا، زوز منهم مش يربحوا كل واحد 100 مليون، ما غير حتى شيء معناتها ما غير مش سلاف 100 مليون هيبة، ثلاثة مش يربحوا 30 مليون وزوز 20 مليون باش ينجموا ينطلقوا معناتها في حوالي 400 مليون تقريبا. فما 9 شركات تونسية ناشئة سواء كانوا في الستارت اب تكنولوجيك والا الستارت اب سوسيال والا اصحاب افكار اللي من هنا لاخر الشهر من هنا ل 20 ماي نكونوا نعرفوهم شكون ومش ياخذوا الدفعه الاولى. علاش؟ خاطر سي تري امبورطون كونوا مؤسسات واعيه كيما البيات وان شاء الله نشوفوا ناس اخرى بنوك اخرى مؤسسات اخرى تبع الاكزامبل هذايا باش يوريوا ثقتهم في الشباب وثقتهم في الاقتصاد الجديد. وان شاء الله وهذايا في حد ذاته هذايا يتبدل به المجتمع اكثر برشا من بعض الحوارات الاخرى. واضح نتاع القوانين اللي حكينا عليهم قبل. شكرا. لا ردوا بالنا زاد ما نساوش اللي قاعد انا دعوتي للشباب يفو اتري فيجيلون قاعد يصير في المجلس شنو هي القوانين اللي تتعدى وخاصه لاتونسيون مش تطلع من هنا قبل الانتخابات البلديه اللي نتمنى كونها تصير بعد ما يصادقوا على قانون الجماعات المحليه جديد. خاطر مش معقول مش نعملوا بلديات جدد ما غير حتى مش معناتها شرعيه قانونيه اي ما عندهمش علاش مش تعملهم على نفس شرعيه قانونيه القدم بعد كل ما نعمل لكم القانون نبدل لكم القانون ما تولي يعملوا لك حتى رؤساء البلديات يعطي صمت تحصيل قبل الجماعه يلزم القانون البلديات قبل ما نعملوا الانتخابات البلديه. شكرا ليك نعمان فهدي كنت معنا في حوارنا الاول في كابوتشينو الكلمة ليك.